ابو عبد الرحمن الحلقه الطرح جيد نفس الموضوع بدنا نكمل نفسه هذا هو الاشكاليه عندنا ترى ما هي بقضيه وسائل التواصل بالحاله ترى في مسائل كثير الان في الاسره وسائل التواصل الاقتصاد الاسري الفكر يعني يفترض ان انا الان جايك موجه تغيير كبيره وهذه سنه الكونيه صح ولا لا؟ نعم هي موجود بتجيك جايك الان لكن هل انت الاسره وش سويت لها استعديت لها ولا لا؟ استعديت بالعلم بالاستعداد لكن وش اسوأ شيء ان تجيك الامور فجاه وانك يعني رده الفعل لذلك انا اقول يعني في امور كثير يعني ما ابغى اخصص يعني شغله معينه وسائل في كثير من الان التغيرات بتصير عليك في وسائل التواصل في حيالك اذا راحوا غرفه ما تدري عنهم صح ولا لا؟ اذا في هجمات من برا كثير عليك ما في الان في القنوات اللي في الموجوده ما تدري عنهم انا واذا ما زرعت في البدايه فيهم ان شاء الله ربك الحامي ان شاء الله لكن انت لابد يعني في امور كثيره تسويها كيف اسمع في بضرب في قطاعات ثانيه الحين بعض الانظمه الشركات الكبرى اللي ميزانيتها مليارات بتطور وبتغير تجي السنة سنتين للتغيير أنا في الأسرة إذا أنا بغير ليش بشوف فكر مع العيال مع الزوجة ما هذا موجة أنا أجلس جلسة حوارية واضحة أحسنت صح ولا لا ترى هذا وضع التغيير وش المستعدادات له الأسبوع الأول الشهر الجاي اللي بعد لو بنسافر بعدين يعني هل في حد جلس جلسة حوارية اسمها جلسة التغيير اللي بتجيك الصدمات من هنا 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 عندك وسائل تواصل طيب عندك طول عمر التعليم كيف مساره سهر العيال بعضهم الروحات والجيات اللي ما باوقات ما لها سنع طيب هل عرفت كيف يوفر الاقتصاد اليومي والاسبوعي والشهري ترى باب كبير لكن اهم شيء اسمه حوار زي ما قلت يا ابو تركي نرجع للحوار مو بهذا حمور حتى حاورة على أمور اقتصادية في نفس الأفكار مو بس عملية ردة فعل مثلا شفته سوى حركة لا خل عندك رؤية وش تخطط عليها وردد عليها على الشغلة هذه حسن احنا على قضية احنا على فكرة القضية الأساسية عندنا صار الحوار انه احنا نفقد الآن الحوار قال ابو تو انت بتتكلم مع عبد الله ان البيوت صارت فيها كل شخص عالم لوحده ونرجع أن الآن في حرب عالمية على مثل موجة الإلحاد موجة الشذوذ والموجات هذه شغالين عليها في العالم وفي شيء اسمه مهارة اللي يحاول إقناع أعتقد تدرس دراسة يمكن بعض الناس يجلس 10 سنوات يدرسها دراسة أنه أنا كيف أقنعك بشيء أصلاً غلط ويصير عندك صح قضية الحوار إحنا بنرجع عبدالله للشباب لأنه إحنا نمثل جيل معين وأنت تمثل جيل ترى جيل مختلف عننا تماماً هل القضية قضية مثلا في الاستراحات في القضية الأساسية هل في حوار فكري ولا كل قضية الحوارات اللي تحدث في الاستراحات وأنا هذا ترى بنقل أبغى أتمنى يكون بعض الناس يفتح ما وراء عن التفكير أنا برجع للتفكير إنه ترى إذا بدأ يتحرك التفكير شوف في قصة عشان تهمية الحوار وهذه ودي ركز عليها بس معلش أنا برجع أبقطع القطعة ذي الفاصل الصغير إبراهيم عليه السلام أمر رباني ولا لا أمر رباني بمين بماذا بأنه إيش إني رأيته في المنام أذبحك أمر من الله ما فيها أشيوار ما فيها خيارات أنت يا إبراهيم عليه السلام هذا أمر لأن رؤية الأنبياء حق هل هذا في مجال للحوار بس الله سبحانه وتعالى جالس يعلمك في القرآن حتى في الأمر الإلهي حاور ابنك وش بالله ماذا يقول إبراهيم عليه السلام لإسماعيل إني أرى في المنام إشكال إني أرى فماذا إيش تكملة آية فماذا فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى يا يقول إسماعيل فانظر ماذا ترى ترى هو أمر إلهي لكن شفت أهمية الحوار على أساس أني أنا لما حاور ابني في قضية ولدي لا سمع اكتشفت مراهق يدخن أسويك بقطعك بأذبحك هذا ليس علاج
العلاج انك تجلس تحاوره. واعتقد المستشارين اللي في الاسر ومن الاسر يحاور ابنا والله لو عامل ايضا. يعني ابراهيم الرسول عليه الصلاه والسلام حاور ذاك الشاب وهو يقول ائذن لي بالزنا. هل يوجد الرحمن حوار؟ واذا كان ما يوجد ما الاقتراحات يكون في حوار بين الشباب؟ بين الشباب او بين الاسره؟ او الاسره، الاسره داخل كلها مهمه. الاسره كيف نفتح حوار داخل الاسره؟ ترى يمكن يجي يعطينا فكره عبد الرحمن ما وصلنا. تطرقت لفكره انه جميع مشاكلنا في الحياه تبدا من هنا. صحيح. انا نعم. ودائما في الاسره في العلاقات في كل مكان لما انت تحط نفسك اناك هذه مكان الشخص الاخر هنا دائما تنجح معك الحياه. فعلى سبيل المثال الاب هو عنده هوية مركبة انه هذا الاب اللي عنده دور معين لازم انه يسويه وان هذا ابني وهذا ملكي فلذلك انا لي حق اني اجبر على شيء ولا اسيطر عليه ولا اخليه يفعل شيء معين. فلما جت الملكية هذه اثرت على علاقته مع ابنه. لكن لو يرجع يقول لا انه هذا الابن جاء من خلالي وهو زميلي في الحياة مو ملكي. هنا يبدأ الطرف الآخر يستجيب للكلام او للحوار اللي انت تبغى تقوله. مجرد ما اني مع اي شخص في الحياة مجرد ما اني انا اقول انا عليه وأحسسه أني أنا أفضل منه يبدأ الطرف الآخر ما عاد يسمع لي. ينفر منك. حسنت. فلذلك دائما أنظر للأشياء نفس ما هي وبناء عليها تفتح هذا الحوار. إذا أنا بحط حكم مسبق على صديق أو زميل أو ابن أنه هذا غبي، أنه هذا فاشل، أنه هذا غير متعلم، هذا مثلا ما مو بقاعد يشتغل، أنا حطيت حكم. فإذا أنا حطيت حكم كيف أني أقدر يوم تتكلم عن العواطف كيف أني أقدر أفعل العواطف الإيجابية اتجاه هذا الشخص عشان أقدر أتعامل معه بطريقة صحية. أحسنت. فخلاص في حكم كلام جميل أثر على هذه العلاقة. أحسنت. إحنا تو ذكرت أنت قضية أني أنا عشان أحاور شخص أعرف ماذا يريد وش اللي يريح هذا الشخص، وهذه يستخدمونها حقين التسويق طبعا كثير، اني اعرف هذا ما هي ميوله. اذا شخص يحب العصافير مثلا دخل عند واحد عنده عصفور وعصافير بدا فتح له سالفه العصافير وانه يا اخي انا مثلك والله احب العصافير، وهو ما يحب العصافير نصاب قاعد يضحك على الرجال بس عشان يسوق له، بس يدخل معاه بنفس جوه. يعني يشوف واحد مثلا متشيك ويحب اللباس وعطورات وما عطورات، والله إذا العطر أعجبني يا أخي، أنت إيش تستخدم العطر؟ هذه أسلوب من الأساليب عشان تدخل مع شخص في الحوار. أنا أقول بأطبق هذا حق التسويق اللي فيه كذب للصدق. إحنا نستخدم في حياتنا في صدق. ولدك يحب يعشق شيء معين، ولدك يحب طلعات البر، فلا تكلمه أنت زي ما تقول عن مبادئ وقيم أنت تهواها إلا بعد ما تدخل معه بالشيء المحبب. أنا عارف لأنه هو جزاه الله خير أبو عبد الله قال الكلمة الأولى، قال إذا تتكلم مع شخص مو هو بتشوف أنت اللي تبيه، شوف إيش يبي هو. أنا بنطلق من هذا المحور بالذات يعني. جميل. طبعا المهندس عبد الرحمن قال كلام جميل وأذكر أمثلة على الكلام اللي ذكره. أنا كنت مدير مدرسة وفي العمل التعليمي كثير طويل، فمر علي أصناف من أولياء الأمور. أحد الطلاب إذا جاء عنده مشكلة قال تكفون كل الناس يدرون إلا أبوي، ما أبغى أبوي يدري، كل الناس يدرون إلا أبوي، أي لا تعلمون أبوي. فكنا نهدده إذا سويت شيء ترى نبلغ أبوك، فيخاف وينضبط إذا هدد له بأبوه. شخص آخر جينا بنهدده طالب في أولى ثانوي سوى مشكلة، قلنا لازم نستدعي ولي أمرك نبلغه، قال عادي أصلا إذا ما بلغته أنت مبلغه هنا، أبوي زي أخوي. أبوي زي أخوي، تعاملي معه ما فيها اي يعني رسميات، ابوي بيدري. وفعلا كان الاب معامله
لطيفة. أحد الطلاب يسألني يقول يا أستاذ وش معنى مسير ومخير؟ قلت ليش؟ طبعا طالب أظن في ثاني ثانوي. قال أبوي دائما يقول لي أنت مسير ولست مخير. شوف كيف وصل إلى ثاني ثانوي ويبقى الولد مسير وليس مخير. طيب متى بتخيره؟ شوف كيف أحيانا المفاهيم واختلاف تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم هذه تبقى فيها خطورة. سؤالك ترى نسيته. السؤال نقول لما تتحاور مع ابنك أو مع زوجتك لازم تشوف هو شي يحب إيش هوايته عشان تنطلق منها. أنا أتكلم عن البداية فقط. جميل. إنك عشان تبدأ حوار مع شخص شوف ماذا يحب. أنا لو بفتح حوار مع أبو عبد الرحمن أكلمه على الجودة على طول، على طول ينبسط يستأنس. ما دام موضوع جودة وشركات ودراسة جودة أقدر أدخل على قلب أبو عبد الرحمن بهذا القلب. أنا لما أدخل على عبد الرحمن بتكلم عن التغذية وأقول إن قوة الهضم عند الإنسان عادة إلى قبل العشاء ثم تضعف يصير قوة المساء، هو ينبسط المعلومة وبالعكس يبدأ يعطيني معلومات إضافية. هذا اللي يقصده. وهذا يقولون من أفضل مهارات